المكون الأساسي داخل الترموستات هو الشمع. عندما ترتفع حرارة المحرك يذوب الشمع، وبذلك تفتح الترموستات نظام التبريد. يذوب الشمع بسرعة لأنه يحوي مسحوق النحاس والجرافايت مع الألومنيوم أو من دونه. يتمدد الشمع إذا تحول من الشكل الصلب إلى السائل. يدفع الضغط دبوسا يفتح الصمام، وهو ما يسمح بتدفق المبرد إلى المحرك. بعد تسخين أنواع المسحوق ومزجها، يصب العمال الشمع في قوالب تشبه قطع البلاط. يستغرق الشمع حوالي نصف ساعة ليبرد ويصبح صلبا، ثم ينزع العمال قطع البلاط ويطحنونها. يملؤون الشمع المبرغل في آلات صنع حبوب من النوع الذي تستعمله مصانع الأدوية. تضغط الآلة الحبيبات محولة إياها إلى رصاصات أسوانية. في هذه الأثناء يدخل العمال شريطا من النحاس في آلة تسمى ضاغطة النقل فائقة السرعة. تمنح محطاتها المتعاقبة شكل الكوب النحاسي الذي سيغلف رصاصة الشمع. تطبع المحطة الأولى شكل دائرة، بينما تمدد الأخرى الدائرة تدريجيا وتحولها إلى كوب. تدخل الأكواب إلى آلة جمع أوتوماتيكية تسقط رصاصة في كل كوب، ثم يحدث دبوس ثقبا وسط كل رصاصة من الشمع. تدخل الآلة أنبوبا مطاطيا في ثقب الرصاصة، وتغطي الأنبوبة بكبسولة نحاسية، ثم تثني طرف الكوب فوق الغطاء مشكلة ختما مقاوما للتسرب. بعدها تدخل الآلة الدبوس المصنوعة من الفولاذ المقوى المسؤول عن فتح صمام تدفق محلول التبريد وغلقه. يدخل الدبوس إلى قلب الأنبوب المطاطي في وسط رصاصة الشمع. كيف تعمل كل هذه القطع معا؟ يتمدد الشمع الذائب داخل الكوب، فيضغط على الأسطوانة المطاطية، مما يرفع الدبوس إلى الأعلى ويفتح صمام التبريد. يسخن العمال الآن القطع لتبلغ الحرارة التي تشغل نظام تبريد المحرك. تضغط آلة على الكوب إلى أن يرتفع الدبوس كفاية ليفتح صمام التبريد. تدخل المكونات الآن إلى آلة تصل ذلك الصمام. الصمام مصنوع من قطعتي فولاذ مقوى. تضع الآلة القطعة فوق الأخرى على طرف الكوب الرفيع، ثم تضغط عليه الصمام فتصله بالطرف الواسع. يكون الترموستات إلى اليسار قبل تركيب الصمام، ويصبح هكذا بعد تركيبه. في هذه الأثناء تشكل آلة ضغط جزء الترموستات العلوي المسمى الشفر. إنه مصنوع من الفولاذ المقوى المغلف بطبقة من السائل المزلق. مع الكوب سلسلة من لقمات اللولبة تشكل تدريجيا الشفر. الآن إلى عملية الجمع النهائية. أولا إطار الترموستات من الفولاذ المقوى. الخطوة التالية تشمل زنبركا من الفولاذ المقوى تقضي مهمته بإغلاق الصمام عندما يبرد المحرك. الآن تدخل المكونات المجمعة داخل الزنبرك ويوضع فيها الشفر. تسطح أداة تسمى المبرشمة المحورية عروة على كل جانب من الشفر، مما يضمن تثبيت الإطار بالشفر. تثني آلة الجمع الآن عروتين صغيرتين على الدبوس، مما يحول دون وقوعه خارج الأنبوب المطاطي، وبهذا ينتهي صنع الترموستات. يظهر هذا العرض كيف يدفع الشمع الذائب الدبوس إلى الأعلى. إذن مع أنكم قد تضطرون إلى المعاناة من شدة الحرارة في زحمة السير، فإن هذا لا يحدث بالضرورة لمحرككم.